ارتاحي شوي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مبروك جاكم صبي، ايش بدكم تسموه؟ يوسف. يلا ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جي العوافي كل يوم بيوم. يلا ينام. بهزله أنا؟ لا بتوقعي. خدي نقي العدسات. راجع بكير. شوفتك تعبين، مخطوف لونك، حاسس بشي؟ ما تخافي هلا بتحسن. فوت تلقح شوي، ارتاح تكن طلعت الطبخة. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة. السلام عليك يا مريم يا مبتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أنت أنطون مخلوف؟ نعم أنا أنطون. مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟ بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة. هيدا أمر المير. نحن بأمر المير بس بكون يرتاح وبكرة بيلحقكم. مشي معي هلأ. Thank you.
بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جد شي؟ حكينا لك معه قال بدها وقت تفكر إن شاء الله خير. ممنونك يا أبونا كتر خير. تكرم عينك. باركي يا نفس الرب باركي يا نفسي الرب. يا هلا يا هلا يا هلا. شوف يا اهلا يا اهلا حبيبي. شوفني من شمك اختي جات امي. ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي يا حياتي انت. وينو حنا؟ نزلي عبي مي من العين. وردي بعد اخدي عخاطرة منك. تفضلوا تفضلوا فوتوا ارتاحوا الجوة فوتوا. وردي وردي اهلا 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 تفضل تفضل ارتاح. وردي وردي هيدي انا يمي. كل حود طولتوا الغيب علينا هالمره شغلتولنا بالنا. ما يشغل لك بالك اخي طنوس. بس ايش بنعمل بين بلاد بعلبك وهون كان الثلج السنه كتير ومغطى الدنيا ما كانش في حدا يتحرك. وبس تخف الثلج كان عنا شغل بالرزقات فلاحه وتنقايه وزرع. لك العمر بيخلص اخي طنوس والشغل ما بيخلص. عمي لحود اهلا وسهلا. اهلين كيفك يا حنا؟ منيح. اشتقت لك يا وردي اشتقت جد لك شعرك. بعرف انك زعلانة مني وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيتي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكن. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي. خيي بونا مكاجوس شو قولك؟ صار من بارح لغيبوبة. مثل ما الله بيريد. تشددوا بالرب وبقدرة قوته. البسوا سلاح الله. يا إخوتي تشددوا بالرب وبقدرة قوته. عوافي يا شاب انت من بقى كفرة؟ نعم مور. فيك تدلني على بيت المرحوم بوحنا مخلوف؟ انا ابنه صغير. اهلا وسهلا فيك. انت يوسف؟ ما الله عليك صرت شاب. أنا أبو علي. أنا وبيك كنا أصحاب من زمان وأيام كنا نترافق سوا. رحت مرة واحدة على ضيعتكم من 9 سنين بالليل. الله يرحمه شو كان محب. Thank you.
معفولة. هيدا لو من أول الدرب عم بيحوي نح بضل عامل حلو ساخن. إيه هلا منشوف إذا مزبوط. أنا بساعده سيدنا، أنا بساعده. خلينا نمشي يلا. شد حالك أنطون، بس تنوصل عجبيل مننزل حمولتنا للساحة وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع عبقع كفرة وبترتاح بالبيت. هي ابو حنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحموله، ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل على ضيعنا بكير. خيب علي صدري عم يشعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما ألمك يا يسوع. نحن نزلنا الحمولة. خلصتو؟ يلا فلو. كتر خيرك. شد حيلك يا ابو حنا، قربنا نوصل. إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد، وابني الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني. بس نوصل انت خبره يا ابو حنا، انت قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله. حاسس اني مش رح اوصل. عدرا يا عدرا سلمتك روحي لك. وصلنا على الرفيع قربي. انتون 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 ليلتها
مغفيت كل الليل ولنسيت ولا كلمة قليها. وأنا يا عم بو علي هيدا أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيا. شو مرق القديس يا شباب؟ لكن القديس خدوا البركة خدوا البركة. رشدنا يا يوسف. يا يوسف وينك رايح؟ عن غارة يعلينا. طب ليك جتنا فكرة، بلا ما تروح اليوم مش معنا. سمعنا مبارح بالقديس ابونا من يوصي، لايكو يا ولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عند بو يوسف، اوعى حدا منكم يغزي عليهم. احنا كنا ناسيين انه بو يوسف راح امه. كتر خير البونا والفيا. ايه روح روح، بدي اشوف راح تطلع لك من هالمغارة بالاخر. ما تكون زرع لك شوية حمص بهالمغارة ونحنا مش عارفين. ابنكِ مجروح مؤلم وهو من أجلي تألم، أعطيني منه نصيب أيتها الأم القديسة، اجعلي جروحات وحيدك في قلبي منطبيعة. شو بعده لحقنا؟ لك يا أهبل بعده لحقنا، مش سمع صوته؟ شو في؟ شو بكون؟ هذا أبو يوسف شافنا انفعل كلب الجعار علينا. لول شو مأزي؟ كل شي استحقنا، البان حمص رح عينه شو لايقة. جيزي الله يرحمك يا أنطون. وإيش يعني؟ لازم المرة تموت ورا جوزة حتى لو كان بعد صبية. أي والله والله، ليه بقتلوا اللحود بدلت الخوري؟ من زمان ما عادش لحود، صار اسمه الخوري عبد الأحد. بعرف بعرف. مش قليل، عروسته الحنة مثل القمر، الله يوفقه بيستاهل. أخته كوني جوزت قبل بشهر ونص، مش من زمان. يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف. بعد الدنيا بألف خير.
عيوقة لسقي عيوقة لسقي. بس بس يوسف صار وقت التبشير والغدا. يا هلا. ملك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، شمس العمر ولت عالي غيابة. صار لازم نرجع، بكون وعيت غالية، صار وقت الدعاتها. سلام ديت. صحة وهنا يا يوسف. نفخ طيبة بعد الأكل. تعرفني ما بستطيبه. بعرف، بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة وانت بعيد عنها. لثلاث سنين مجوز مبسوط مع مريم. إن شاء الله بضلك مبسوط يا خيي. يوسف اللي أبدأش بيعرف شو الطعمة. مش قولك بسيدي. سيدي بنت كتير طيوبة بس مش إلي. انت اشتلعت قديش بدايك؟ ناطرة منك ولنه اشارة؟ الحياة زي اللي كلها يا خي، ما بيبقى غير وجه الله بالدنيا. الله يرحمه وينجينا. سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟ انطون ابن الياس، ابن 20 سنة، ياضي عين الشباب. اسرار الله ما فينا نفهمها. قبل ما نفهم خليني نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الاصفر يقشنا كلنا. يا محلا يا بغنطوس. سكابا يا دموع العين سكابا شمس العمر. نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها. يلا يا خالي شو بتوصونا؟ الله معك يا خالي، ما تخلينا نشتاق لك. خالي شلت لك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امك. يسلموا ايديكي وايدين امك. سلم لي على خالي بونا غصين. وصل سلامك. يوسف وين؟ عن يسقى هالزرعات. بشارة دهلوا ليوسف. لك حنا خاطر عبالي قلو ليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر يا خيلي قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش. ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير. ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهيي حالي.
مرحبا يا أخ. شايفك ظاهر مدير بكير، شو غير وقت الصلاة اليوم؟ لا الصلاة مخلص وقت. نيح جاي من بقى كفرة وعطلين هم أوصل على الوقت. أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل. ترك الدار أخيي؟ صار لي فترة بالابتداء، كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل، تعبت. مش الحياة برا مش هيك؟ لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر، ما في طاعة، بشتغل ساعة المقدم، بصلي قد ما بدي. الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله، بس لما يدعينا على الدار بنترك له إياها مبسوطين. الحكي اللي عم تقوله هين كتير، صعبة كتير صعبة. بمحبة يسوع ما في شي صعب. الله يرزق على الدعوة. أنا مش دعوة. طالب من الدائرة يا يوسف. جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. انا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة اخوتي الرهبان. وبركتك يا ابونا الرئيس. مدام استعدادك طيب اهلا وسهلا فيك، والله يثبتك بدعوتك. ابونا دانيال بهنيك بيوسف. قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه. إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رحمتك امحو ما أهزني. ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي. أمي ما بقش تعزب تجي. سبق قلت لك على البيت مش راجع. البيت مش تقلك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا. خيي يوسف برحمة بيي رمانا على البيت. أختي أنا بطلت يوسف، صرت شرب. ضل سكريم بصلاتك. تنبر أمك إذا حاسس إن منش دعوتك رجع معنا على البيت، وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك. Thank you.
يسوع يا يوسف. خي ابونا شربل بندهلك الطبيب. يا عذراء يسوع يا يوسف. شب حلو مثلك، دعاني كن راهب. ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيي أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة، لكن نجينا من الشرير. دايماً مع الله، دايماً مع الله، دايماً مع الله. برخمور بن الرئيس، مجد لله. دايماً لله، خير يا ابني. معلمي بن الرئيس، أنا الأخ شاربل. هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا. فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت. أخ شربل وين؟ معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح وأخذ أغراضه معه. بدي أبعد عن تجربة عن الشر. معك حق يا ابني، بس أنت بتعرف إذا المبتدي فشح، يعني إذا ترك دايره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع أي داير تاني يستقبله. بس أنا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام بيسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية، ما
مع أختك مبتدئي. محروق قلبي تشوف أدير شرب البونة الرئيس وطلب إذنك ورضاك. أختي أنت عارفة أنه الأخ شرب الندر صار من جمهور الدائر، لكنه انقطع كليا عن أهله ضيعته تيكون كله راقنا. بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس إيدك خليني أشوفه ولأنه مر. أعوذ بالله يا أختي، أنا ما عندي السلطة لا أجمع ولا فرق أم عن ابنه. رح أبعث لك حدا يشوفه. أخ شربل، أبونا الرئيس بيقول لك أمك برا وحب تشوفك. أي يسوع، شربل يروح أمك. أمي خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك. ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما. موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، يوسف خليني ضمك لصدري بعد مرة. يا أمي ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا تجي العواج. معلمي بونا ليشع، بونا الحبيس، أخشربي. أنا الأخ شربل. أخ شربل بهالوقت؟ أهل الأخ شربل فوق. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أمي يا بونا ليشع، أمي كنت هون، أنا كنت كتير قاسي عليها ما خليتها تشوفني. قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بزيته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها بتذكر؟ عم تبكي؟ قوي قلبك. مازالك جيت، بدي احكي لك عنه. عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان
إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمشي الله. أنا راهب بتدير فيها الفضائل كلها وأكثر من هيك. الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا مفكرين الأخ شربل. حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟ ما كل عمرك تقراني بفكري. عندي طلب غير كتير كتير عقلبي. بدي منك يا بونا نعمت الله تنقل الأخ شربل على دير كفيفان مع الأخوة الدارسين تيتهيى وصير كاهي. شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة مار إبريانوس بكفيفان تيجمع العلم بالقداسة. تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس. خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثوره الفلاحين عنا بكسروان؟ لك ايه، اليوم بالتحديد في شي 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطان الشاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغسطة وهجرون على بيروت. وضحايا؟ راح ضحايا؟ يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا مفكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب انه صليبك هو وحده محور هالكون. عايش نحن عندلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبة. رح يقل عقله حسبنا كم سيجارة. القصة انه اذا عرفوا فينا اكيد رح يشحطونا من الرهبنة. نصير مثل خوري يلي ضيع شبيته. قال لي منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخين يا عم دخين. ضل يعلمونا تحت 4 سنين بسنيات مدرسة. معلمنا امبارح ندبر مع نطلق. هل ما تبلش شيء على الأرض إذا ما انتهى بالسما. وبيقول كمان بنفس المعنى، ما تمشي بطريق على الأرض ما بتوصل على السما. بس لعم تشوفوا بالرهبنة لا له علاقة لا بالقداسة ولا بالمثاليات. لازم نعرف نميز بين الحياة بالرهبنة والخلاف على السلطة بالرهبنة. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنة هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه. بهيئة عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط. بونا، كلمتك الشاطر بخلص نفسه ما فيها كتير من الأنانية؟ امبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش هالإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي. Thank you.
بونا الحبيس. بونا عرفتني؟ أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغزى حتى تنشط. اعمل معروف، اعملوا لي أكل شهر بلا بونا، وحط بقلب حبتين خضرة، لازم يتغزى حتى يتنشط. سلامة قلبه. عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟ نتيجة إرهاق وتعب وأساوى على حاله كل هالسنين. صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان. معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشاوربة. معلمي بونا شربل، كرمال الله تفضل. بونا الرئيس بذاته وصاني انه لازم تاكل. خي جناديوس، انا راح اجيب لك حجار. معلمي بونا شربل، انا بساعدك. خي جناديوس، راح العمر خطيرنا. يا خي جاجورو، على شريعة ربنا، بعرق شبينك تاكل خبزك. شباب، غدر الوقت، خلوا لي ابونا شربل يساعدنا نكفي الجبل لسه ما تروح دعين. ميجانا ويا ميجانا
عتابة عتبت قلبي ونصباي وقصف حور بسناني ونصباي يا ربي لا تموتني وانا صباي ولا تحرمني الشمات الهواهي يا باي يا باي يا باي وما حلى الصبايا ينسموا قلوبنا ما حلى الصبايا خي حنا راح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا من الدائر لك ايه يا عمر دينك لك هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعة لبطونا اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا الله يأجركم يا شباب خلص النهار كمان اليوم السينان أبونا شرب طول النهار بلا أكل شوف حصلنا سليب خنه ونطورا لليودي مومو موريو ألو فسار الشهيد 20 ميلا والدماء تسيل من رجلي وهو صابر يقول وأطيب العذاب في سبيله مع الحاكم التركي رستم باشا كل همه كان يخلف رهبان دار مرز حيا مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة ايه بدو يحللوا الجو بدو يحكم وحده بدو يتحكم برقاب الناس بعد رسالتين أول وحدة لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا رسالة تاني بسب فينا ايه بسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح عليه انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة شو بيقوم بيعمل رستم باشا صم اللهم يرمصن شقيد هشك بيدفش رئيس الدائر بيدفشو هون طار عقلي من راسي كيف بيهددنا بهالطريقة حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط وبلمح البصر كل واحد منا فكز النار عن خصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ عملنا لهم قتلة شو بدي أخبركم من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة خلصت القتلة هربنا من باب خلفاني ورجعنا عالداية ولك عفاكم ما قصرتوش فيا بس هو كمان ما قصرش فينا أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح تحدوا حرمة الدائر فاتوا علينا ربطونا أخذونا أسرى بهدلونا جرجرونا ورا الحصن
بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبال والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تتخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طمينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات وطشنا فيهم. شوف عسكري تركي نازل خبيط بخير راهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورفع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كانه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس لحقت وصلت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان. بعد اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة، ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض كفيت عليه كم ضربه. بلتفت بلاقي خي ازحية قريب مني، يا ابو مخزق او منصاب، بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهن على الديور القريبة. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجورة وطميناهن. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك في فان اخدوه معهم لانه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق، غريب. شفتوا صدقتوا، صار مثل ما قلت لكم حرفيا، خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، كمان تسببنا لاخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يا ما خارجين عن الطاعة؟ أخوتي يسوع بيقلنا بالإنجيل
لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، وإلا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه. نتخار اينون لا بوهي خيي فرانسيس، إذا بتريد عبيلي سريج زيت. هلأ بهالعجقة يا خيي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين اغفر لي خيي كرمال المسيح. عمي بونا شربل، أعطيني السريج بس يروح الأخ فرانسيس، أنا بعبي لك إياه. ايش من تعمل؟ ما خصكش، هادي مسح. ممنونك يا ابني، سلم دقيقة. معقول؟ المي بتضوي؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول شو سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت للسراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول شفنا السراج ضوى؟ ايش عم تحكي؟ بونا الرئيس خير ان شاء الله. خي بونا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خيي بونا شربل. الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا بونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس بونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير بونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا اعطانا علامة. أش رأيكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام
ونطلب إذنه وبركته. ريشة، خي ريشة، لا تخاف يا خي، لا تخاف. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين. تفضل خي ريش، اشربوا لأنه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريش بإرادته. إيش فيه؟ نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله أعطانا إياك بركة. مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟ اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لبسو اياه باجري.
بترجيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس بدي أعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس واطلب الغفران. تخيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه، بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعيلتي واسمي صرت وحدي يا أبونا القديس، وحدي خايفة وضايعة. الخوف صار يدفعني من رجال لرجال، اعتقدت إنه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت إنه ما عطيتني إلا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا أبونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي أعوض عن حرية خسرتها. يا اختي توبي توبي صادقة، الله بيغفر لك. عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. انا رح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة. ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية، ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أغصتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة. بيت كرم المحبسة بشهو. يسلموا هالدايات بونا شربل. نشكر الله.
معلمي بونا الحبيس بالرئه. معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبه عنب وحده؟ صار لي عمر عايش معه ولا مره شفته ذاق حبه عنب او شرب بلعه خمر الا من الكياس المقدس. نشيت معك مشوار العمر كله قصتي بلشت من 45 سنة كم موسم الأس خيرتي بدي اقول لك انا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا ابونا شربل بس كنت مصالحة بعيلتي وجودك هون حد بحب أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك خي بطرس. قوانيننا الرهبانية بتفرض انه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد. لا يتناول الحبيس طعاما إلا مرة واحدة في اليوم، الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه
إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون. صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر، نط مثل الطير أحصانك، جيبونا الحبيس ليصلي له. بونا شربت شو بيك؟ المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل. اسمع اسمع، عم بيقولوا مات. مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟ خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات. بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان. ما عاد في لزوم كفي معكم لأنه المريض توفى. خي بونا شربل، لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس. ليش يا الله؟ ايه هيك؟ ليش تأخرتوا يا ابني؟ اي صارت؟ الساعة 9. ايش صار؟ صاحب نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة. بونا شربل. روش 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 نشوفه. يا حضرة دخيل شايك. بونا شربل. خي بونا شربل. بيك شيء؟ صار لك شيء؟ لا. ايش صار؟ ولو انت ابونا شربل على القليل كنت طفيت البدله والشراشه. ليش؟ ايش صار؟ منين الحريق؟ ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتك خيي ابونا شربل. Thank you.
هلا ارفع ايدك واعطيه الحله.